شو رايكم بهالملوخيه الغرام ولي ريحتها قتلتني انا من كثر ما طيب. انا صرت جوعانه. صرت جوعانه؟ ما ريحته يعني. راح ننزل الحمض. حمض حضركو وسط يعني مشان بده يحمض اكثر مشان الاولاد عرفتوا؟ اوه هالشكل. خلينا هيك نقلبها شوي. شايفين الفلفله الحمراء كيف هيك بتعطيها انه لون شفتوا؟ هيك صارت جاهزة. أمينة ما عاد تقدر تقاوم الطعم، مو الطعم الريحة. فهذا شو إذا ناقصة شيء؟ ذوقي. توقع حمضة منيح كل شيء منيح. حامض أوكي. حامض منيح ما؟ إنه هذا الحمض جوا. حتى مرح؟ كل شيء. محزن؟ إذا بابا قال ما في ملح كيف بدك؟ تعصب ولا الملح؟ تعصب ولا الملح؟ تعصب الملح؟ والله بحط ملح بالاكل انا لحالي انه وسط يعني بده يزيد بس كثير في ملح ملح منيح انا حطيت ملح وحطيت ماجن ماجي فيه كمان ملوحه يعني اوكي هلا ضل يا عيني عليكي يا ننوش يا عيني عليكي شوفوا 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 ورقه واختها وبنت عمه مصفصفين تصفصف الريحه بس حبيبتي المي ليش ما مكترتيها هالمره في رز ايه لازم يكون فيها شويه ملح شوي لا هلا انا باكلها هبش ونبش وغمس يا عمري انت ما بدك تسكب لك بتشيل هيك بس مرك ومال الاولاد شوي ايوه جباري لا ما بنشفع على خزر بيكون في انا اذا باكل انا تغمير ما بترك ما بترك مرقه كثير بس شان الاولاد خطي بعيش سلامتك حبيبتي ما عم باكل شيء انا الله يعطيك العافيه ويسلم الايدين الحلوه الله يعافيك يا روحي يا انا على حالتي عم صفيها من المرأة يعني انه هي اساسا هي بتنزم المرأة بتنزم يعني المرأة كأنك متلبكة ما عم تعرفي تحكي يعني حبيبي لا مول شوف لي هالفلفلات شلون عاطينك طبعا طبعا هي على طريقة أمي ما عم نحط فلفلة كمان بالله؟ والله ما معها هي بس شكل يعني مو إنه طعمي وهي بس شكل يا سلام يا سلام جوعانة يا بابا مش كرمشك أنا كرمش بابا كله ايوه وين وين الحامض والحركات وال وينه؟ انا قطعت قطعت حامض يعني هيني 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 يا حمودي بابا شوفوا لي منظر هالصحن والله شيء بشهي شوف المرأة تحت كثير مانا كثيرة حبيبتي هي ما بدها كل هالمرأة حبيبي لا انا ما شفتها انا ما بحب وايد مو شو اقصد انا صار فيني شيء انا زمان نشفها نشفها اكثر يعني هيا ايها الاولاد هيا مين بده رز؟ انا يا عيني ويا ليلي ما جبتي صحن مين هلا تعال ايوه ايوه تفضلوا يا اعزائي تفضلوا يا اعزائي تفضلوا تفضلوا يا ابنائي تفضلوا بدكم غمس؟ لا مين قال بده رز عملت كل هالرز؟ حطي له رز رمضان اكلوه مع رز. عرس 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 ما بطبخ لكم يا علي. ما انا بالسنه بطبخ لاولادي، بالسنه كل سنه بطبخ لهم طبخه. ايه فرحان فرحانه. هيك منيح ماما؟ حبيبتي هلا انا شلون بنبسط؟ يعني انا اذا فرحت بطبختك بتكوني كانه اول مره بتطبخي لي؟ ما انا كل ما هلا هي ملوخيه طبخت لي اياها 30 مره. ايه بكل ما بتطبخها بعطي نفس ردة الفعل عيوني بينزلوا منهم دموع يعني شو دخل يا مينا يا عزائي اعطيني بقلك اخي ليمون والله ما بعرف والله ما بحب السكر بس خلص هات بسكوت شو بدي اعمل انا وصلنا للصبي عصري له اجت على ايده منيح ما اجت علينا ابشع شيء عصرت هيك من جنبك هذا وتعصره بعينه شو اذا كان ضيف بطلع بحكي عليه بقول عمل قصد مشان ما ياكل لا انت كمان مو لهالدرجه خلص اذا بده شغلي هذا النوع انا بعرفه حافظه يلا لا كان بقول لك عصره قصد مشان ما اكل طيب اوكي يا احمد رشيت على كمه بسم الله خلص راح اسكب انا ليش ليش لازم احطها اسجلها بالتاريخ ماما هيك اول مره بالتاريخ شو بابا ماما شو في بابا ما عملت شيء رز طيب اوكي ايدك هي رز اعطيك فروج
ما بيصير، لازم يكون في واحد دناء بالعيلة. لازم يكون في واحد دناء. دناء يعني 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 بتطلع عينه جوعانة ما بيشبع. لا ولو مو هيك انت كمان. هيك عصرة حامض نحمضها هيك نحمضها مزبوط عرفت. العمى هل الليمون هذا ما بشخ مي؟ لا ما بطلع منه كثير. لا ما ما في اتفرج على تيفي. ماما ما بناكل ما في تيفي. طيبه الا حامضه. فرط 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 ريقي. حبيبتي خلص لو فيها حامض بدنا نعصر. ما في بدنا نعصر. ايه هاي لابد منها هيك بدنا اياك تصير تصب الصحن. يا كلارا فيك غير يخلص صحني واشيل الفروج كله مع الوجع في ايدي. بدك فجل والحامض فجل مهم. اوه ما طار حممتينا. بدي اطلع صوت طعش. ما طقيت؟ طقت البلد رز. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هي حقة؟ لا ما بخد. خد هاي ما يتلفت. الشياد مصطوب. ما بخلصه كله روحي. ماما. ها عمري. لبن. لبن؟ ليش الفروج قليل؟ بابا ما له قليل طلعها. طلع مليان الصحن. ان شاء الله ليتو الف صحه مطرح ما يسري يمري. ايش بك حبيبتي عم تطلعي؟ ان شاء الله هيك مطرح ما هي اسس ويبني وبقلب الظالم الهي بيهري اسمك. نعم ننزل حبيبي. صحتين يا روحي. الله شو هاي مو كانت تستاهل اي لاف يو؟ والله بتستاهل. ما عم بيصطلوا بس هدوا 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 رايحوا. بدي اروح على سلامة ما بدي اي لاف يو. بيلبق لك بيلبق لك ما عندي شيء. بدك ما اروح ما بروح يعني عادي بقعد بالبيت. بابا بيلبق لي لما مناك سويت لك النوخية. سويت لي الي؟ انتوا ايش عم تاكلوا حجار؟ لا بابا كمان انا حد سويت لنا لكلياتنا. تذكرتني كثير. منينوني يا الله تقولوا انا بس عم باكل. طلعت لي نكتة على تيك توك. اذا ابوي مو هون امي ما تطبخ، اذا ابوي عنده عرس امي ما تطبخ، اذا ابوي مسافر امي ما تطبخ. واخر شيء اذا صار مشكله انا متحملتك كرمال الاولاد، انا صابره كرمال الاولاد، يا امي اطبخي لنا بالاول. والله يا عن جد. خلص الاب مو موجود مشي حالنا باي شيء. حملت السم والدم انا مشان كون بدي اتمننكم كل حياتكم. أكثر حدا بمننك بالحياة هو أمك. نبع الحنان لازم. لا أسماء كثيرة. بدي أفتح الباب وأطفش وما تعرف خبر. ما تعرف مكاني. لك بيت لك. خذ. لك رز. والله سلم إليك يا عالم لو فيه. بس لولا هيك شغلة صغيرة عملتيها. إيش حاملة؟ شيء ما مش باقي. ايش عامل يا عمي؟ ليش هذا دبل الفجل؟ صلوا كم يوم؟ ها؟ في وحدة حد هلا بعرف انا بس جايتني حرقة. ما بعرف ما بعرف من الفلافل من الفول ما احسن ممكن مزعجة بتضل مرافقتني هلا كل الليل. سبك ماما؟ لا ماما سكبيرة من هون حبيبتي من هون من هون هاي تجي هون سكبيرة الولد داش من قدامي داك تسكبيرة ماما صحيح منيحة؟ قرب ماما صحيح قرب يا روحي بابا هون من قدامك كما هون مو من قدامك لا هذا أخوك أخوك هاي المنطقة كلها يا عيني يا عيني طيب ليش ما بتاخد هاي المنطقة كلها لك؟ حلو صحتين عجبتكم يا ماما؟ ايه صحتين ماما ماما شو بدك؟ نعمل المغرب شكرا قوم على الاكل تفضلي ميرو عنا تعبانه تبيه هلا على الاكل مو بس هلا انتوا بالمطعم او بكم بالمول او خلص ست راسي ست راسي سكرت خلص مشي الحال
حاج فتحت شيء 20 يمكن 20 22 دقيقة هيك شيء خلص بس ما سبتون هو اللايف يعني بكتب لي آخر شيء بس سكت ففتحت سلمت عليكم بس لبين ما تخلص الملوخية صليت صيامي صليت صيامي أوكي تاو تاو عن الملوخية إذا أنت تأخرتي أنا إيش لي علاقة يلا خيره بغيره خيره بغيره معلش أنا والله وقت قبل ما أفتح بعشر دقايق عم خبركم أوكي بس إذا أنتوا عم تأخروا